وصلنا إلى العصب الثاني عشر، العصب الدماغي الثاني عشر أو عصب اللسان، آخر الأعصاب الدماغية أو الأعصاب القحفية، بيخرج من جذع الدماغ. اتكلمنا طبعا عن التاسع والعاشر والحداشر في الحلقات قبل كده. النهاردة معدنا مع العصب الاثناشر، قلنا طلع من جذع الدماغ ونزل في الرقبة وطلع على اللسان علشان يغذي كل عضلات اللسان. عضلات اللسان دي اللي هي عضلات داخلية وعضلات خارجية، بيغذيها كلها ما عدا عضلة واحدة. عضلة واحدة بنسميها بلاتو جلوسس مصل أو العضلة الحنكية اللسانية. بلاتو بلات اللي هو سقف الحلق، وجلوسس اللي هو اللسان، فهي طالعة من سقف الحلق وماسكة في اللسان. هي بتشترك مع عصب عضلة تانية واخدة من عصب اللسان في ان هم يرفعوا الجزء الخلفي من اللسان يلزقوه في سقف الحلق. مش مهم الكلام ده، المهم ان هو العصب ده اللي هو بتاع اللسان ده بياخد الاشارات بتاعة الكهرباء من بذرته الموجودة في البصلة اخر حتة في جذع الدماغ علشان يحرك اللسان. قلنا ايه؟ يحرك اللسان، يعني ما بيحسش باللسان، لا ما بيحسش بحاجة خالص، بيحركه فقط. بيحرك عضلاته الداخلية، لان هو اللسان ده حتة لحمة فيهوش ولا عظمة، حتة لحمة كده تتكون من عضلات داخلية كتير عشان تحرك اللسان يمين وشمال وتشقلبه على بعض وحاجات زي كده وتغير شكله. وعضلات خارجية اللي هي بتمسك اللسان في الفك، تمسكه في عظمة في الرقبة، تمسكه في الجمجمة من فوق علشان برضه تحرك اللسان في الاتجاهات المختلفة وتخرجه لبره وتدخله لجوه. الكلام ده كل العضلات دي كلها تتغذى من عصب اللسان الا العضلة الوحيدة اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي البلاتوجلوسس. ياخد مساره من اول جذع الدماغ ينزل في الرقبة ويختلط بقى بالشرايين بتاعة الرقبة، علشان كده ممكن يتعرض للإصابة في العمليات اللي في المنطقة دي، عمليات بتاعة شرايين الرقبة، ممكن العصب اللساني يتأثر فيها لأنه هو معدي في وسط هذه الشرايين. لكن يعني ده برضو ايه، احتمال قليل زي كل مخاطر الجراحات، يعني غالبا بتبقى محدودة لكن بنذكرها للمريض. طيب اذا كان هو بيحرك اللسان، امال مين اللي بيحس باللسان؟ هقول لكم لا، ده كلام قديم بقى، احنا اتكلمنا عليه في العصب الخامس والعصب السابع والعصب التاسع. واختصار كده قلنا التاسع ده مسؤول عن التلت الخلفي من اللسان، يحس بيه كل انواع الاحساس، يعني يحس بالاطعام اللي فيه ويحس برضه لو حاجه على اللسان، علشان كده هو اللي بيعمل اللي هو الجاج ريفلكس، وان الواحد يقع كده، قلتها لكم في العصب التاسع. الجزء الامامي من اللسان اللي هو التلتين الاماميين من اللسان دول بقى العصب الخامس والسابع، واحد يحس بالطعم، طعم الحاجه اللي على لساننا اللي هو السابع الجزء الامامي، واللي يحس بقى بصباع على اللسان او حاجه محطوطه على اللسان او حاجه زلطة ولا حاجة في الأكل طلعت على لسان أحس بها بقى هنا مين؟ العصب الخامس. المهم ده دي كده أعصاب إحساس. عصب اللسان اللي 12 احنا بنتكلم عليه النهاردة هو مسؤول عن الحركة فقط. وظيفة حركة اللسان دي طبعا وظيفة مهمة، ويعني لها دور في جودة حياة الإنسان. في وظيفتين كده في الأكل، في الطعام اللي هو تقليب الطعام والبلع، يقلب الأكل ورا كده، ده اللسان اللي بيعملها. ووظيفة في الكلام، يعني بيساهم في الكلام. طبعا الكلام ده سكة طويلة قوي، يعني من اول ما وانت صغير سمعت الكلام وفهمته فخزنته في مراكز في المخ، دي شغلة المخ مش شغلة اللسان. بعد كده اماكن في المخ عند حضرتك وعند حضرتك كده حاولت، يعني جا فيها تعبيرات فحاولت تعبر عن هذا التعبير، او يعني المراكز التنفيذية في مخك عايز تقول حاجة او عايز تعبر عن شيء، فقررت ان هو يكون منطوق مش مكتوب، لان ده ممكن تعبر بالكتابة او بالنطق او بالاشارة باي حاجة، فقررت انه يبقى منطوق، ده مكان في المخ. بعد كده اديت الاشارة من مراكز المخ اللي بتحرك اعضاء الكلام كلها، اللي منها بقى يحرك البطن ولا الصدر عشان يطلع الهواء، ويحرك الاحبال الصوتية يطلع الصوت، وبعد كده يحرك اعضاء في الفم او في الحلق عشان تعمل تشكيل للحروف اللي هي اسمها مخارج الحروف، منها اللسان، هو يطلع بقى النون، يطلع اللام، يطلع بعض الحروف اللي هو مسؤول عنها. فهو وظيفته في الكلام يعني ايه؟ مشاركه في الكلام. عشان كده هم يقولوا يقطع لسانك يعني تبطل كلام، لا، هو الكلام سكه طويله خالص غير اللسان، منها اللسان. طبعا لما بنعرف وظايف عصب بنعرف منها، بنتوقع منها امراضه، او يعني درجه تاثير امراضه على الحياه، زي ما شفنا كده ان هو هياثر على جوده الحياه فعلا. لكن خلينا نقول ان هو وظيفة اللسان في الطب يعني اكتر كتير من وظيفة العصب اللساني لوحده كده في الطب. عصب اللسان بيحرك اللسان ووظيفة مهمة وبتأثر على جودة حياته، لكن تأثيرها الى حد ما يعني مش كبير لو حصلت فيه اصابة، وده هنفهمه
في نهاية الحلقة دي لما اتكلم عن ان احنا ممكن نضحي اصلا بعصب اللسان. اللسان وظيفه بقى، يعني الدكتور ما يقول لك طلع لسانك عشان يفحصه، يعني بيبقى بيشوف حاجات كتيرة جدا، يشوف لون اللسان ويشوف مظاهر للصحة في اللسان غير مجرد الحركة المسؤولة عنها العصب. لكن احنا النهاردة مش هنتكلم عن الكلام ده كله، نتكلم عن العصب فقط. العصب بيحرك اللسان زي ما قلنا، لو اتصاب حركة اللسان هتتأثر. بيظهر عندنا مفهوم في الطب يمكن ما اتكلمتكوش عنه قبل كده، اللي هو مفهوم إصابة عقدة العصب السفلى. يعني ايه عقدة العصب؟ يعني بذرته السفلى، أو عقدته العليا يعني بذرته العليا. يعني هو العصب ليه بذرتين؟ لا، هو ملوش بذرتين، هي وظيفته ليها بذرتين، لكن هو نفسه ليه بذرة واحدة اللي هي موجودة في جذع المخ. العصب الدماغي بذرته في جذع المخ، كل الأعصاب الدماغية كده بذرتها في جذع المخ، ما عدا عصبين الأول والتاني بتاع الشم والبصر، دول بذرتهم في الدماغ نفسه يعني في المخ نفسه. الأعصاب الشوكية بذرتها في الحبل الشوكي، فدي كل دول اللي هم البذور الشوكية والبذور الدماغية دي اللي هي اللي في جذع الدماغ دي، دي سموها عقدة سفلى. بالراحة بس الكلام ده يعني مضطر أقوله. العقدة العليا بقى اللي هي في قشرة المخ نفسها، اللي هي الريس الكبير، اللي هو الريس الإرادي، اللي هو بيدي الإشارات الإرادية، اللي هي غالبا بتحكم وتوجه الإشارات اللي هي العنيفة من الصغيرين اللي تحت، من الناس اللي في المستوى اللي تحت، سواء المستوى اللي تحت ده في جذع الدماغ أو في الحبل الشوكي. إحنا هنا في العصب الدماغي الثاني عشر اللي هو اللسان. لو الإصابة في العقدة السفلى اللي هي بذرته من اول البصله ونازل في الرقبه وبعدين لحد ما يوصل للسان، لو الاصابه هنا العصب بيضمر، فالعضله بتضمر مبكرا ووظيفته تبقى ضعيفه، والعضو والعضله نفسها تبقى رخوه، يعني ما فيهاش اي نغمه، عضله ميته. انما لو الاصابه في المراكز اللي فوق، فمعنى كده ان بذره العصب والعصب نفسه شغالين لكن مش محكومين، فبنلاقي العضله مش ميته بقى، بنلاقيها ايه، مش شغالة، لكن نلاقيها ناشفة قوية، بمعنى انها بتتحرك بقوة لكنها يعني ايه متخشبة زي ما بنقول، انها تخشب، لان الاشارات جاية من العصب لكن مفيش توجيه ليها من المخ، سواء عشان المخ نفسه متصاب او عشان في قطع في الاشارات ما بين المخ وما بين بذور الاعصاب السفلى اللي موجودة في جذع الدماغ او في الحبل الشوكي. ده بيظهر قوي في الناس اللي عندهم جلطة، لأن مراكز الدماغ معزولة عن المراكز أو البذور. دايما أنا بقول على مراكز الأعصاب بذور، بذرة العصب، زي ما يكون العصب ده سلكة كده أو يعني شجرة أو فرع، وبذرته موجودة مزروعة في الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي. المهم، فلو العصب مش جاي له تحكم من فوق، تلاقي العضلة مخشبة، فتلاقي الناس اللي عندهم شلل جانبي، تلاقي إيده ورجله مش بيشتغلوا لكن مخشبين، تعرفش ممكن ما تعرفش تفردهم. كذلك اللسان، فايدة الكلام ده ان في اللسان بقى لو العصب نفسه هو المتصاب، وده غالبا بيحصل بسبب جراحات او بسبب عمليات حوالين العصب، قطعت العصب ال 12، واحيانا وده كلام مهم جدا، في امراض تأثر على بذور الاعصاب الموجودة في الدماغ، ومنها مرض مشهور اسمه التصلب الجانبي او اميوتروفيك لاترال سكليروزس، اللي هو الضمور او يعني التصلب الجانبي المصحوب بالضمور، اما يتروفيك ضمور العضلات، يعني عشان العصب ضمر فبذرته باظت، فالعصب ضمر فالعضلة ضمرت نتيجة لذلك. دي اصابة العصب نفسه او العقدة السفلى اللي هو العصب نفسه هو اللي اتصاب او بذرته. لكن لو الاصابة في المراكز اللي فوق، المراكز دي مكانها في قشرة المخ في المنطقة اللي هي الشريطة دي، بنسميها التلفيف المركزي، ده في الشمال، الجزء الأسفل منها مسؤول عن اليد واللسان، وكذلك في اليسار التلفيف المركزي اللي هو ده، الجزء الأسفل منه، هو في جزء أعلى فوق هنا وفي جزء أسفل، الجزء الأسفل ده اللي هو آخر الفص الجبهي قبل الفص الصدغي، الجزء ده هو مسؤول عن اليد واللسان، الشمال يتحكم في اليمين واليمين يتحكم في الشمال، ينزل يعني جوه المخ كده، السلوك بتاعته تنزل جوه المخ يتحكم في البذرة المقابلة للعصب. فلو المشكلة في المراكز العليا دي، اللسان لا ما يضمرش بسرعة، لأن العصب ما ضمرش، العصب شغال، العصب اللساني نفسه شغال لكن ملوش إشارات جاية من فوق، فاللسان ما يضمرش بسرعة،
وما يضعفش، يفضل متخشب لكن وظيفته مش شغالة. يعني ايه وظيفته مش شغالة؟ يعني تلاقي كلام الانسان ده متغير لكن البلع مش متأثر قوي، تقليب الطعام مش متأثر قوي. من فوائد فحص العصب اللسان عن طريق فحص اللسان نفسه ان احنا بنميز بقى مكان الاصابة. لو لقينا اللسان كاشش كضامر نعرف ان الاصابة في جذع الدماغ او في العصب اللساني نفسه. لو لقيناه ما فيهوش ضمور بنعرف ان الاصابة في المراكز العليا. في حاجة بقى مهمة جدا اللي هي اسمها فاسيكيوليشنز، او ان احنا نلاقي كأن في دود كده او حاجة ماشية تحت اللسان. فاسيكيوليشنز يعني من يعني كأن حزم العضلات بتتحرك لوحدها. دي حاجة بنهتم بيها خاصة احنا الجراحين، نهتم بالبحث عنها لان في مرض جراحي اسمه الانزلاق الغضروفي او اعتلال الحبل الشوكي بسبب انزلاق الغضروفي العنقي. ده مرض بيكون فيه الانسان احيانا عنده شلل رباعي وعضلاته مخشبه، لو عمل عمليه يخف. يتشابه مع مرض اسمه التصلب الجانبي اللي انا لسه مكلمكم عليه، لو عمل عمليه مش هيخف. يعمل عمليه ليه؟ لان احيانا يعني ناس كتيره ماشيه في الشارع لو عملنا لهم اشعاعات على رقبتهم هنلاقي عندهم غضاريف لكنها مش مؤثره عليهم. نعرف ازاي انها مؤثره عليهم؟ لما نفحصهم نلاقي عندهم ضعف في اطرافهم الاربعه او اي علامات اخرى من علامات تاثر الاعصاب. فاحنا دلوقتي عندنا عيان عنده ضعف في أطرافه الأربعة وعنده غضروف في الرقبة، وعين تاني عنده ضعف في أطرافه الأربعة وعنده غضروف في الرقبة. لكن ده ضعف الأطراف الأربعة التي هي الشكوى أو مظهر المرض نتيجة علة اسمها انزلاق غضروفي. العيان بقى رقم ب، رقم ألف، عنده ضعف في أطرافه الأربعة، دي مظهر المرض وعلة المرض انزلاق غضروفي. حل العلة تحل الشكوى، أطرافه الأربعة ترجع تبقى حلو. واحد تاني بقى عنده مظاهر لمرض اللي هي أطرافه الأربعة مخشبة وضعيفة، وعنده علة في رقبته اللي هي انزلاق غضروفي لكن مش هو المتسبب في مظهر المرض. عرفته ازاي؟ عرفنا عشان احنا لما فحصناه لقينا عنده فاسيكيوليشنز في لسانه، أو يعني لقينا عنده حركات حزامية، يعني حزم العضلات بتتحرك تحت لسانه كأن دود ماشي تحت لسانه. فقلنا الغضروف العنقي أثر على ما تحته، لما اللي مأثر على ما فوقه ده مشكلة تانية. فعرفنا إن علة هذا المريض المسببة مرض لسانه ومرض أطرافه الأربعة ليست هي الانزلاق الغضروفي. من الحاجات المهمة جدا والمبادئ الطبية اللي اسمها افتراق التشخيص أو التشخيص المفترق. فيبقى اتنين مرضى عندهم صور أشعة متشابهة وعندهم مظاهر مرضية متشابهة، مش هقول متطابقة لأنها طبعا فيها فروق، لكن يميزها الطبيب المتمرس. فواحد منهم هنقول له انت عندك علة متسببة في مظاهر الشكوى بتاعتك، ولذلك احنا هنعمل على ازالة علتك بالعملية لان احنا بنتوقع منها فايدة ليك. والتاني يجي يقول لنا ده قالوا لي اعمل عملية، انا قريت التقرير قالوا لي في غضروف، يا دكتور ما تعمل لي العملية. نقول له احنا اسفين احنا مش هنعمل لك العملية، لو حد شايف كده هو بقى يعني دي حاجة تانية، لكن احنا شايفين ان العلة المسؤولة عن مظاهر المرض عندك لعلة أخرى. للأسف مرض التصلب الجانبي من الأمراض اللي مش ليها شفاء يعني معروف، لكن برضو احنا بنقول للمريض دايما إن هو ليه علاج، ودايما بفرق ما بين الشفاء والعلاج. والتفريق سهل جدا، ممكن توصلوه للناس وتزرعوا عندهم التفاؤل بحاجات زي عيوب الانكسار الإبصار. بعض عيوب الانكسار ممكن تتحسن بالليزك مثلا، يعمل ليزك فخلاص هو كده شوفي زالت علته. يعني في أمراض طبعا كتير ليها شفاء، لكن اقصد نزرع التفاؤل عند اللي هو تعرض لمرض ابتلي بمرض ملوش شفاء. احنا بنقول له ليه علاج، يعني ايه علاج؟ يحسن حياته، يساعده، يقلل من تدهوره حسب طبيعه المرض وحسب ما يرشده الطبيب، لكن ما يستسلمش للياس. اخر حاجه اقولها لكم عن العصب ال 12 ان احنا احيانا نقطع العصب الثاني عشر عصب اللسان علشان نعصب العصب السابع، علشان نحافظ على وظيفة العصب السابع أو نستردها. فاكرين عملية التعصيب كلمتكم عليها في العصب ال 11 لما قلت لكم إن إحنا ممكن ناخد العصب ال 11 ناخد جذعه اللي بيغذي العضلة شبه المنحرفة اللي هي عضلة الترابيز دي أو الترابيزيوس ماسل، نحافظ على بعض الألياف كده عشان يغذي الحاجات العليا، وناخد بقيته نغذي بيه الضفيرة العصبية اللي بتحرك الكتف في بعض الحالات اللي يكون فيها الضفيرة دي مقطوعة ومش عارفين نوصلها، فناخد عصب تاني سليم نضحي بالعضله بتاعته ونوصله للضفيره العصبيه. نفس القصه بنعملها في هنا في العصب ال 12.
ان احنا ممكن في حالات نادرا، يعني في حالات العصب السابع، اعتلال العصب السابع غير المبرر، هي بيلز بولسي، لو ما خفتش يعني ويئسنا منها خالص، والعيان يعني بعد مناقشة وفهم فضل ان هو يستغنى عن الحركة في نص اللسان ويضمر كده علشان يستعيد الحركة في الوجه ويستعيد وظائف التعبير في الوجه، ممكن تتعمل العملية دي. الأكتر ان في بعض العمليات الجراحية اللي بيكون فيها الأورام مثلا او الوحمات مشتملة او ملتفة حوالين العصب السابع، بحيث ان هو لا يمكن فصله منها، وبيبقى التضحية بيه يعني لا يمكن، او يعني يصعب تفاديها. احنا نناقش مع المريض قبل العملية، نقول له هل لو العصب السابع اتقطع نحب ان احنا نوصله بال 12 في نفس العملية، مش نستنى نشوف بعدها، لان احنا قطع العصب ده بيحصل به دايما حاجتين، يا اما انقطاع الكهرباء مع اتصال العصب، وده بيكون فرصة عودة الكهرباء فيه تاني عالية جدا، اللي هي كل اعتلالات الأعصاب، كل الحالات اللي بقى فيها شلل أو ضعف أو وهن في العصب، لكن العصب نفسه متصل، ده بيبقى انقطاع للكهرباء مع اتصال العصب. لكن إذا انقطع العصب نفسه، زي اتقطع بالمشرط كده أو اتقطع في حادث أو شبه ذلك، فهنا عودة الكهرباء يعني هترجع ازاي؟ ما هو العصب نفسه مش متصل. بنلجأ لعمليات التعصيب أو توصيل العصب بأي طريقة. فساعات نناقش مع المريض ان هو هل يستغني عن العصب ال 12 في نفس العملية علشان يوصل العصب السابع، باعتبار العصب السابع ده مسؤول عن تحريك الوجه وإظهار التعابير، وهنه أو ضعفه أو شلله بيسبب شكل يعني مش مرغوب فيه، بالإضافة إلى خطورة عريض قرنية العين بقى، لأنها مش محمية، العصب السابع ده بيقفل الجفن فبيحمي قرنية العين، فلو هو متصاب قرنية العين كده بتبقى معرضة لأن هي يحصل فيها مشاكل تسبب إن هي يحصل فيها عتامة وصعوبة في الرؤية بعدين، فبيتم مناقشة هذا الأمر. دايما إحنا بنقول الطبيب صاحب رأي، رأي مبني على علم، بيوفر المعلومات دي للمريض بتاعه اللي بياخد بنصيحته، ويرجح يديله رأي بقى، أنا شايف إن إحنا نعمل كذا، وأنا شايف خطتنا كذا، مخاطر المرض، مخاطر العلاج، منافع العلاج، منافع طرق العلاج المختلفة، لكن يبقى المريض في النهاية هو صاحب القرار، المريض أو المسؤول عنه إذا كان المريض ما عندوش أهلية اتخاذ القرار، لأن هو اللي هيعيش الحياة، هو اللي هيستمتع بالعلاج أو هيعاني من المرض أو من عواقب أو مخاطر العلاج إذا تعرض إليه. بعض القرارات العلاجية بتكون سهلة، زي مرض مخاطره عالية جدا وعلاجه سهل جدا ومخاطره قليلة جدا ومنافعه عالية جدا، فالقرار هنا سهل. لكن في بعض الأمراض زي المثال الأخير اللي أنا ضربته لكم ده، بيبقى لأ يعني في تضحيات، ويعني المريض كأنه يعني هياخد خطورة، يعني هيتحمل مخاطرة في رجاء تحقيق منفعة أعلى، ممكن يخسر كل حاجة وممكن يقدر نحقق فعلا مع بعض المنفعة اللي احنا عايزينها. في النهاية اللسان عضو مهم بيتحرك بعصب اللسان، ليه وظائف مهمة في الأكل، البلع وتقليب الطعام، وفي الكلام في النطق، وليه وظائف مهمة في الطب، لأن الطبيب بيتعرف من فحص اللسان على حاجات كتيرة جدا، حاجات في الأعصاب وحاجات في الجسم عموما، من أبسطها مثلا درجة إرواء الإنسان، ده لما يلاقي لسانه ناشف بيعرف إن هو عنده جفاف، لو لقاه مش ناشف بيتوقع إن هو مش عنده جفاف، زي لون اللسان، زي حاجات كتيرة ممكن يتعرف عليها الطبيب حتى يعني بعيد عن الأعصاب، بيقدر يتعرف عليها من فحص اللسان. تمنياتي ليكم بالسلامة، وشكرا لاستماعكم ومتابعتكم.